بدون خطأ وفي ظرف 66 ثانية و 14 جزء من المئة سون فوت اون 66 سكوند 14 سنتيم. تتقدم الآن ثاني ممثلة نادي الركاب بالدار البيضاء الأنسة تانيا الرئيسي وتمتطي إلينا فانيت الكوفن. Au départ, représentante du club de l'étrier de Casablanca, mademoiselle Tania Raisi et Elina. Points de pénalité dont un point pourtant dépassé en 85 secondes.